وللحديث أكثر عن عودة زخم التظاهرات بقوة في عدد من المحافظات واعتقال بعض الناشطين ومنهم الدكتور درغام ماجد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بابل الطبيب والناشط في التظاهرات الدكتور درغام ماجد. دكتور درغام، بداية أهلا بك، لماذا اعتدي عليكم أمس من قبل القوات الحكومية ومن ثم تم القبض عليكم؟ ألم تكن التظاهرة سلمية؟ نعم، بالبداية حياكم الله وجزاكم الله خير على إتاحة هذه الفرصة لنقل مظلومية أحرار وثوار محافظة بابل وما يجري عليهم من ظلم وقمع وسبب تفشي الفساد في محافظة بابل. انطلقت التظاهرة السلمية، مظاهرة سلمية مطالبة بإقالة المحافظ المفسد حسن منديل التابع لتيار الحكمة متحزب، وصار تقريبا ما يقارب 3 أشهر أو 4 تصعيدات مستمرة مطالبة بإقالة هذا المحافظ المفسد بسبب تردي واقع الخدمات، انتشار الفساد بالمؤسسات المحافظة. هذا دفع الأحرار الثوار الوطنيين أن يصرون على إقالته واستبداله بمحافظ كفو ونزيه ومستقل. وعد أحرار بابل عدوا 3 أسماء، أحدهم قاضي والآخر متقاعد، والاسم الثالث كان دكتور أستاذ جامعي. للأسف الشديد هاي 3 أشهر السيد الكاظمي لم يصغي ولم يسمع للأحرار الوطنيين في بابل ولم ينظر لمعاناة أهالي بابل. فهذا دفع الأحرار أنهم يصرون على هذا المطلب، لأن الوضع بابل من سيء إلى أسوأ. فانطلقت تظاهرة سلمية من ساحة التظاهر باتجاه أحد الشوارع الرئيسية اللي هو شارع 40. اتفاجأنا أنه أسلوب جديد للقمع في ظل حكومة السيد الكاظمي، وتوقع هذا الأسلوب حتى بحكومة عادل عبد المهدي ما كان موجود، أنه القوات الأمنية تعترض مسار التظاهرة السلمية. نعم. استفهمنا من القوات، وكنت انا مقدمة التظاهرة، شنو السبب؟ سبب انه منع احنا مظاهرة سلمية والدستور والقانون يجيز ضمن الفقرة 38 من الدستور التظاهر السلمي والسير بالطرقات والساحات العامة. قال خلاص اكو امر من الوزير ممنوع. فصار اكو مشاده كلاميه بين انه المتظاهرين يقولون للقوات انتم جاي تحمون المفسدين، جاي تخالفون القانون. حاولت انا شخصيا انه ما يصير توتر بيننا وبين الاجهزه الامنيه، لكن للاسف الشديد تواجه هذا الاحسان انه انا دافع عن القوات الامنيه انه اعتقل بطريقه طريقه الاحتيال للاسف الشديد اللي ما تليق بالمهنه العسكريه. نعم. حيث احد الضباط يعني وكانه يريد يكون متفضل قال دكتور لا تنصاب ويصير عليك شيء، مجرد هجموا على المتظاهرين القوات راسا سحبوني واعتقلوني. نعم. سيد درغام، الانتهاكات ضد المتظاهرين، هذه الانتهاكات بحقكم وبحق المعتصمين على اشدها في الايام الاخيره كما تعلم وفي عدد من المحافظات. بما ترجع تزايد اعتداءات القوات الحكوميه والميليشيات المواليه لها في الفتره الاخيره؟ حقيقه هم يعني هذه اساليب يحاولون خائبين انه يقضون على الحركه الاحتجاجيه. نعم. إصدار أوامر من الأحزاب المفسدة الموجودة المتنفذة للسيد الكاظمي، والسيد الكاظمي عبارة عن أداة بيد تلك الأحزاب الظالمة المجرمة القمعية المفسدة. يعني هي هاي الطريقة لفرض أرادتهم مرة أخرى بعد أن رفضهم الشعب ورفض فسادهم، رفض فساد الأحزاب المفسدة المخربة. فهاي الطريقة جديدة باسم القانون. نعم. باسم فرض هيبة الدولة. نعم. لقمع الشعب مرة أخرى وتكميم الأفواه. نعم. سيد كاظم أو عفوا سيد درغام، هناك من يرى أن اقتراب موعد الانتخابات من الأسباب التي من أجلها تحاول حكومة الكاظمي إفراغ الشارع من الثوار للاستعداد إليها، ما تعليقكم على ذلك؟ هذا أكيد طبعا السبب واضح، وهو صرحوا قادة الأحزاب المفسدة. نعم.
أكثر من مرة أنه ما ممكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الفوضى حسب ما أسموها فوضى. أما سلاحهم المنفلت وفسادهم وسرقاتهم يعتبرونها قانون، وجيروا لها أجهزة أمنية وسلطة تحمي ذلك الفساد. أما الشعب الذي يطالب بحقوقه يعتبر فوضى. فصرحوا على العلن، هم قالوا لا يمكن إجراء الانتخابات والشعب بهذا الوعي وهذا الرفض لهم. فيريدوا إسكات الشعب مرة أخرى كي يجروا الانتخابات بالطرق السابقة اللي يعني مشوها على الناس بالاحتيال والكذب والافتراء وصبغة الدين وصبغة الجهاد. من الواضح سيد ضرغام أن الهدف الرئيس للقمع المتزايد هو كما تفضلت يتمثل بإسكات أي صوت يطالب بعراق أفضل. باعتقادكم هل نجح العنف في إسكات ثوار تشرين؟ سيد ضرغام هل أنت معنا؟ قلت لك من الواضح أن الهدف من هذه المحاولات الحكومية القمع وما شابه الواضح منها أنها محاولة لإفراغ الشارع من المعتصمين والثوار ولإسكاتهم. باعتقادكم مثل هذه المحاولات التي تنتهجها القوات الحكومية، هل استطاعت أو تستطيع إيقاف ثورة تشرين؟ ثورة تشرين المباركة أعطت شهداء، أعطت مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى. ما ممكن بأي حال من الأحوال نسمح لأنفسنا أن نخون هاي الدماء الزكية أو نبقى في ظل هذا الذل والهوان. أخذنا عهد مع الله ومع الوطن، أما النصر وأما الشهادة. أما النصر بتحرير بلدنا من الفساد والمفسدين ووفاء لدماء الشهداء أو الشهادة، فماكو سكوت ولاكو أي تراجع بإذن الله. من باب الله كنت معنا عبر الهاتف الطبيب والناشط في التظاهرات الدكتور ضرغام ماجد، شكرا جزيلا لك.